وعلى الجانب الاخر منتخب الكوتيفوار دخل البطوله دي على ارضه وقصاد جمهوره بفوز مهم جدا في اول لقاء على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد، وبعد كده خسارتين قصاد نيجيريا بهدف وكمان قصاد غينيا الاستوائيه باربع اهداف في الوقت اللي خلاص الكل كان متصور ان الكوتيفوار بره البطوله، اتاهلت بفضل فوز المغرب على زامبيا وتعادل موزمبيق مع غانا. تأهلت الكوتيفوار لدور ال 16 عشان تصطدم باقوى منتخب في افريقيا منتخب السنغال، ونجح ان هو يفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل الايجابي بهدف لكل منتخب في واحده من اقوى واهم مباريات البطوله، وكان كمان متاخر بهدف لحد الدقائق الاخيره، وفي الدور ربع النهائي تفوق على منتخب مالي بهدف مقابل هدف بعد طبعا بهدفين مقابل هدف عفوا بعد ما كان متاخر برضه بهدف لحد الدقائق الاخيره، وفي الدور نص النهائي نجح في الفوز على الحصان الاسود للبطوله دي المنتخب الكونغولي بهدف دون رد عشان يتاهل للمباراه النهائيه للمره الخامسه في تاريخه. نقدر نقول ان يعني التوفيق لعب مع الكوتيفوار دور كبير جدا، ولو فازت بالبطوله دي برضه هيكون ده التتويج الثالث بالنسبه للكوتيفوار بعد ما توجت قبل كده في نسخه 92 على حساب غانا وفي 2015 برضه على حساب غانا. في المقابل لو فازت نيجيريا فهيكون التتويج ده هو الرابع للمنتخب النيجيري بعد الفوز في نسخه 80 على حساب الجزائر وسنه 1994 على حساب زامبيا و2013 على حساب بوركينا فاسو.